كتير وقامه برعايته وقوته. نظر لوط حوله ورأى أن وادي الأردن كله حتى صوغر حسن السقاية كحديقة الله أو كأرض مصر. كان هذا قبل أن يدمر الله مدينتي سدوم وعمورة، واختار لوط لنفسه كل وادي الأردن، فارتحل لوط شرقا وانفصل أحدهما عن الآخر. الفرقة
سادوم وعمورة في الأسد، وراحوا الأعداء واخدين لوط وكل اللي وياه وما خلوش ليه شيء. طوال الكلام وصل عم برام على اللي حصل للوط ولد أخوه. قام جامع من الأولاد الأجداد من أهله وناسه، وفي نص الليل قاموا هاجمين على أعداء لوط اللي خطفوه دول، وبرا سدوم وعموره وطردوهم شر طرد. وقام ابرام ورد لوط والنسوين واللي وياه واللي عيله وكل شيء خدوه منه. أي. فلما سمع ابرام ان قريبه اسر، جمع رجاله المدربين الذين ولدوا في بيته، وعددهم 318 رجلا، ولحق بالعدو حتى دان. وفي الليل قسم خدمه إلى قسمين، فهجموا على الأعداء وهزموهم وطاردوهم حتى حوب شمال دمشق، وتمكن من استرجاع كل المقتنيات، كما استرجع لوطا وممتلكاته، واسترد أيضا النساء وبقية الأصل. أيوة. أصل الكفر من اللحم، من اللحم أبدا ما يطلع.
راسه برجليك وتقول ما عايزوش. ايوه يا احباب، ابرام عايز يقول الملك سدوم ان الغنى والثروه والقوه كل العطايا دي عيديها ربنا للانسان اللي عيتكل عليه. اوعى يا اخوي، اوعى تفكر انك تغتني من ورا غنايم ولا ظلم الحد ولا تاخد حق مش حقك. بس براوة عليك يا جد برام فدي، عجبتني صح لما قدرت تنتصر على نفسك وترفض غنى العالم. وصح ايوه علمتنا درس، اها ما يتنسيش العمر كله. بعد هذه الاحداث كلم الله ابرام في رؤيا: لا تخف يا ابرام، فانا ترسك ومكافاتك العظيم. وعيالهم ما صح يا احباب، ابرام معذور وليه
سنين اتملكوا الخوف واليأس وراح يشك في كلام ربنا ليه، بس له ربنا حاسس بيه وكل شي في المعاد ومحدده، ويجي ربنا ويطمنه اللي راح يعطيه النسل اللي من صلبه هو اللي هيورثه. أخوي اللي بتعاني زي برام، وربنا ما سمحش إن يكون ليك نسل في الحياة. ثق إن ربنا إن كان مأجل لخيرك وإن كان مش سامح يديك النسل برضو لخيرك. يمكن هو شايف وده أكيد إن العطية اللي عتطلبها يمكن راح تكون شوكة في حياتك تنغص عليك عيشتك وتعلمك، بس برضو ثق وتأكد إن عايزنع الأفضل ليك عشان هو ليه فكر غير فكرنا. وكفاية لحد كده يا أحباب الهردة، حلقتنا خلصت واستنوني الحلقة الجاية، تصبحوا بالخير يا أحباب والرب معاكم. وهغني على